تدعمت عديد المؤسسات التربوية بورجلة بمحولات كهربائية تحرص شركة التوزيع للكهرباء والغاز على استكمال عمليات الإنجاز وربط جل المنشآت التربوية بشبكتي الغاز والكهرباء بهدف الرفع من نسبة التغطية. قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بورجلة اليوم بإدخال حيز الخدمة محولين كهربائيين بقدرة 400 كيلو فولت أمبير لفائدة المدرستين اللتين تدخلان حيز الخدمة اليوم، لتضاف إلى 20 مؤسسة تربوية أدخلت حيز الخدمة بالتزود بالطاقة الكهربائية والغازية خلال سنة 2020، لتبلغ بذلك تغطية بالكهرباء بالنسبة لولاية ورقلة 98%. ستساهم هذه العمليات في الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة بالمؤسسات التربوية وتوفير الظروف الملائمة والحسنة للمتمدرسين. كنا نعاني من ناحية الكهرباء، أن كانت الكهرباء ضعيفة بحيث أن ما عندناش محول كهربائي، وبعد الجهودات ربطونا بمحول كهربائي. بربي إن شاء الله نتهناو من هذا العز إن شاء الله، و بربي ان شاء الله يكون دخول مدرسي مريح للتلاميذ ان شاء الله. المدرسه اللي رانا فيها اليوم ان كاباسيتي دو 400 كافيا بور الاحتياجات اسمه الاناره، الاضاءه، التبريد، المطعم، ممكن تطوير نزيد اقسام واحدين اخرين. مشاريع هامة رصد لها ما يجب من تمويل ستسمح بتعزيز شبكة توزيع الكهرباء لضمان استمرارية وتحسين الخدمة المقدمة للزبائن.